ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم that whoever covers a Muslim up in the, this dunya, Allah سبحانه وتعالى will covers him up, will cover him up in the day of judgment. If you go deeper in the sense, you will see how if you provide, if someone is in the open air and having his wife and his daughters are in the open air, the air and exposed to everybody to look at them. شارونا وقلوا هيك يعني شارونا الحمد لله في رب العالمين انه ما ضل حدا منهم تعوني احلى يعني وانطف اي والله هنيك كنا عايشين بخيمة هوا يعني لو انتو كنا رحنا فيها بحب هالبنت كان ليش؟ لان ساعدونا كثير وجابونا شو ما بدنا ساعدونا يعني وقعدونا بكرفانة يعني ما حدا قاعد فينا بكرفانة شفت هيك علينا وحس علينا بشغله يعني شو شفق علينا كثير والله الف شكر لاخوي اللي تبرعوا والله مؤمنينهم ولو مو هم ثلاث ارباع شعب فطس مات كنا حرامات قدمونا تغذيه قدمونا مازول قدمونا كل شيء بدنا اياه قدمونا اياه